مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة ألوانكم، مرحبا بكم مرة أخرى. كيف ما كتشوفوا حنا الآن كنتواجدوا في جماعة ضرب العامري. كيف ما كتشوفوا أن الساكنة خرجت اليوم تعبر عن غضبها، خرجت اليوم احتجاجا على الظلم والحقرة اللي كتعرض له من طرف الجماعة ضرب العامري، اللي جعل لسان الساكنة أن رئيس الجماعة كيوقف لهم الطريق. اليوم مشاهدينا الكرام غادي نعرفوا كل شيء على قناة ألوانكم. والعام تندفعوا الكارديات وما تيصايبوها لناش، ولادنا ما تيقراوش، ولادنا كبار ما تيخدموا، ما فاش غيخدموا، ما عندهم لا قرايه لا والو. ما تنسيبو منين نخرجوا؟ ما تنخرجوش في الشتاء. وفي الشتاء والغيس ما تنخرجوش. في الشتاء والغيس ما تنخرجوش، في الشتاء والغيس. ما تتهبط على كاروسه، ما تهبط لا شاريو، تمشيو لحال المدينه تنعياو تنبغيو نجيبو طاكسي، ما تيبغيش يجينا. المراه تتكون حامله تولد، تتولد على الطريق، تموت ولا تعيش. المراه راه تيديروا لها عليكوش، ما تيسيبو لها من يديوها الطبيب. تيبغيو يديو ما تلقاو على من يديو. تلقاو دو على الطاكسيات تيقول لك الطريق خاسره، المواطر الطريق خاسره، ورجالتنا تيخدموا ما تيسيبو على من يمشيو. دابا قول هاد الراجل حتى حاجه. دابا حنا الطريق عاد تصايبنا، جاو تيتعرضوا لها. قال لك ما تصايبوش. الرئيس قال لك ما تصايبوهاش. علاش هاد الطريق ما تصايبش؟ حنا ضايعين حنا ولايتنا. لا ترانسبور، لا ضو، لا ماء. تيتقطع علينا الضو، تيتقطع علينا الماء، كلشي تيتقطع علينا، ما تنهضروش. طالبين عا في الطريق دابا، ما طالبين حتى بحاجة. عا الطريق تصاوب، عا الطريق تصاوب لينا صافي. هذا الطريق جاية من داخلية تتصاوب. هذا الرئيس جا وقفها نحبسها، حنا ما عندو تداخلية بها. هذا الطفيلة عاش عندها من دم اللي تيمشيو يقراو، ونبغيو نديهم الطبيب، ونبغيو أنا ولدي براسو كان مريض هذه شحال، تندير السويسي تركبو في ظهري ونهبطو تال الشارع، تمشي الطنوبيل تقول لك ما طلعش، تمشي الموتور تقول لك ما طلعش، في عا نمشيو. وكي يقول لك علاش حبس لكم الطريق؟ ما عرفناش نحبسها. لا جاي يبغى يدير الحملة بالله. ما يدير الحملة ما يصاوبها هو. شكون هو؟ الرئيس شفيق حبسها. أنا راه حبسنا الامبلوزا هي، راه الكاميونات ولاو في الطريق. لا باغيين على الطريق. وحنا باغيين حتى حاجة، باغيين الطريق تصاوبنا. ما تصيبوا منين نخرجوا؟ لا كان الشتاء حبيتها. زيدي وحده، زيدي عايشه حدايا. سيري هاد الطوار ديال الضو هضرت عليك. خلي امي خليها تمشي تعالج وحده. خليه سيدي تعطي المراه. هادي ما دريتش انت. حيدي حيدي. علاش حبسها؟ قال لك قولوها لي انا نتوبها، ما تقولوش واحد اخر. انا قرب الميكرو عندك. انا هو اللي غنتوبها. قالت ما يصوبها حتى شي واحد من غيري انا. قلنا الوالدي شحال وما صوبناش 12 عام وحنا معاهم، حنا ما صوبناش. كل عام واخا عاودنا المشكل ديالكم هنا. هادو هاد الناس اي طريق اي طريق اي طريق تصوبت، اي طريق تصوبت. حتى لهاد الطريق عندنا ما بغاش يصوبها لنا. قالنا ما نصوبلكمش هاد الطريق، خليكم في الغيس، دائما في الغيس تبقاو رسميين. علاش؟ اه؟ بغى خاطرو اللي بغاه تيديرو، اللي بغاها اي وصيه بغى عجباته غيديرها في دماغه. صافي ما بغاش يصوبنا هو اسيدي الطريق. وعاش الملك. وهالمدرسه تصوبت لنا دابا. الناس عطاو البلاد، عطاو البلاد فابور الدوله باش دير المدرسه، ودارت المدرسه، ودابا ما عندناش منين ندوزو لها. راه فين هي؟ راه عاودوا دابا دابا الحين نمشيو معاها الطريق تاع اللي عندها. دابا هاد الساعه نيت بغيتو نمشيو معاها حتى للمدرسه وتشوفوا الحاله ديالنا. هابي تلغباو الدري الصغير هذا دابا غيدخل، هذا غيمشي في الغيس من هنا. غادي غيغبى. راه خاصو هذا الرئيس ديال الجماعه. هذا النيت، هذا هو السبب ديالنا. راه مكحل علينا نيشان. ها شنو الاسباب باش ما تصوتوش عليه؟ صوتنا وما بغاش يدخل معنا الطريق نيشان، يشد معنا الخط. ما بغاش يشد معنا الخط، ما عندنا منه. صافي قال لك عاش الملك. تيقول لك عاش الملك. الانسان اللي غيصلح لكم هو اللي تتبعوا، ولا ما كانش هادشي راسي يتقطع. ها ورا هادشي اللي كاين، هادشي اللي عندنا هنا في الطريق هذه هي. شنو المطلوب ديالكم انتوما كساكنه؟ حنا تنطلبوا على الطريق، ما يعطينا ما نعطيوه، ما يعطينا حتى شي حاجه. مره ما يعطيناش حنا. العاطي الله سبحانه. عاش الملك، يعطينا على الطريق ديالنا، على الطريق. ها هي الطريق ديال الدوله هذه، راه رئيسيه. هاي فين داخله لاباز؟ راه فين داخله غادا لاباز نيشان. علاش حبس الطريق؟ ها
ها هو جا دابا حبست نطريق، ها هو تتفرجوا فيه انت انتوما، ها هو قبالتكم، ها شوف الاشغال ديالها جاوا لها الناس باش يخدموها، هما جاوا راه واقفه قدام التراكس، راه ها هو حبسها قبالتك، ها هو ماشي دابا شي حاجه بعيده، ها فيني كلشي قبالتكم، راه الكاميون راه فين وجاي بالماء، راه رجعوه، راه فين وجاي، راه رجعوه لينا. عاش الملك، حنا ما دايرينش الفوضى، حنا تبعنا الاحلال ديالو هويا، تبعنا الاسباب ديالو هو والاسباب ديالو تحدث، الله يجعل البركه ما بقى بيننا وبينه حتى شي حاجه، يبعد منا، يوقرنا عليه، خلينا نتبعوا اللي غادي يصلح لنا الخبز ديال ولادنا، هادو فين غنساوطهم يسرحوا؟ ها هما غيسرحوا هادو، خاصهم يمشيو يسرحوا لها، راهم غادي يمشيو يسرحوا هاد الولاد، ها هما، ما روسهم ما يتحلش، ما عندناش طريق من راه صافي، هادي هي الطريق ديالنا هي هادي، راه المدرسه تصوبت، راها، راها قبالتك، راها شوف، راها المدرسه فين هي، راه حدانا، لا ما كاملاش تا كيلومتر، راها فين هي، ها هما حبسونا سيدي. حبسونا سيدي الله يخليك، الله يخليك، عاش الملك، عاش الملك. عندنا من جهة الطريق، من جهة الطريق دابا من جاو يصابونا الطريق وحبسنا شفيق وجا حبسنا شفيق الماء حبسوا علينا شهر هادي والماء حبسوا علينا حبسنا علينا الماء دابا الماء ما كاينش الطريق والضو تقطع لنا ودابا الطريق دابا المشكلة الطريق على شرط الكاميونات ويحبس راه اللي بلوس قبالتكم راه حابسة راه قبالتكم والكاميونات ولاو من الطريق. وجا الرئيس حبسها ها هو ها هو في وسطنا ها طنوبيلتو احنا محبسينها احنا محبسين الطنوبيل احنا محبسين الطنوبيل علاش اللي احنا اللي محرومين من الطريق احنا باغيين الطريق تصاوبنا احنا منا الغابة ها الغابة حسان غنوا ها الغابة ها الغابة ها الغابة ها الغابة ها الغابة احنا منا الغابة احنا اللي ولدت تقعد في العذاب واللي مرات تقعد في العذاب والموتى ما تبغوش يهزوها وي الموتى ما تبغوش يهزوها الصحابة هنا ها هما دابا كلشي قبالتكم السلام عليكم دابا الطريق جات تصاوب ما داروا لينا التعرض هنا علاش لا علاش حسن غنو ما داروا لنا التعرض هنا دابا شنو المشكل ديالهم ما غنا نعرف هذا المشكل علاش هذا الرئيس هذا الرئيس هذا شفيق هذا الرئيس شفيق هو اللي دار لنا التعرض هنا علاش يلا علاش وليدات دابا تيتكرفسوا باش نصوتوا عليه هذا هو السبب باش نصوتوا عليه هذه 50 عام حنا تنتمرتوا حنا تنتكرفسوا وقت الشتاء لا ما هما جاوا دابا صابونا الطريق داروا علينا التعرض هنا دابا علاش اش الملك 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 عاش 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 الملك